وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا عايز فكه شويه يطلع يجري. الراجل يقول علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوا بقى. انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي، بس انا اول ما سمعت اسمه قلبي وقع في رجلي وجسمي كله ترعش. خفت يشوفني في كوشه راجل تاني. جرى ايه يا جيجي؟ ما تجمدي شويه، ده انت لسه بعضمة لسانك قايلالي، قايلالي انه ذبحك وكسرك. في ايه؟ انا كنت فاكره اني نسيته خلاص، صفحه وقلبتها، بس اول ما قالوا اسمي ما اعرفش ايه اللي جرالي. جيجي
في بخت من بكاني ولا بكى الناس عليا. اللي بيحب حد يختي بيفضل قاعد جنبه حتى لو سافر، بيرجع للي بيحب. من الاخر كده انت مش في دماغك دي. ديبو ما بيحبكيش يا جيجي. كنت فاكره اني قويه واقدر استحمل، بس شكلي كده طلعت ضعيفه يا بنت. انا مين فيهم؟ انت عبيطه وبتتدلعي يا بنت. اللي يدوس على قلبك دوسي عليه بالجاز، ما في ايه؟ وبعدين الراجل قاعد مرمي بره، ده مرمي تحت رجليك. حد يلاقي كده ويقول لا؟ انا بحبك وخايفه على مصلحتك. سيبك من ديبو بقى، عيش حياتك يا بنت وبصتي. في ايه؟ يا حبيبي حبيبي على السلامة. وحشاني يا امك. خلاص هتفعصي الواد في حضنك يا خالتي. ما تسيبها يا واد تحضنه ولا حتى تفعصه، مش ابنها وهي حرة فيه. شايفة وحشتيني يا بنت. وحشتك كمان. ازيك يا امينه؟ وحشتيني يا حبيبتي. ازيك يا غالي؟ انت كمان وحشتيني قوي. ربنا يا عم بتقول انت جاي، كنا جينا خدك من المطار. ما امينه كانت اسرع. ازيك يا امينه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا امينه؟ ازيك؟ شكرين. امينه عملت مع خالتك مليحه الصح على فكره. لا لا خالص ده ولا حاجه. ما هي حكيت لي. عيله الجمال بقى يا عم. يا يوسف ايه الفرح اللي عند بيت ام جيجي ده؟ فرح ايه حبيبي؟ ده فرح بحضورك يا اخويا. حضوره ايه؟ ده فرح اسم الله عليه. والله يا عمتي والله انت زي العسل. تعالى انت عمي تعبان، تعالى انا رايح. يلا تعالى 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 يا عمتي. يلا يا دياب، العيل الهفا اللي اسمه عدنان يعمل فيك كل ده؟ ربنا خلت صاحبك خير. خلاص فين ديبو بتاع زمان؟ ديبو بتاع زمان خلاص سبته هناك من اول ما ركبت الطياره. عارفين يا رجاله مصر وحشتنا قوي. كنتش اعرف اني بحبها كده غير لما بعدت عنها. بلدنا جميله ومخوفاهم، مش هيسيبونا في حالنا ولاد الكلب. عايزين يوقعونا باي طريقه وباي تمن. الظاهر ان الطحنه اللي كنا عايشين فيها دي ما خلتناش نشوف البلد صح. دلوقتي بقيت شايف البلد صح؟ ايه يا جدع في ايه؟ صاحبك شكله رشح نفسه في الانتخابات ولا ايه؟ لا انتخابات مين؟ انت ما شفتش المرشحه اللي كان جايبها معايا وهو جاي؟ هي دي اللي زودت الوطنيه عنده. صح يا يوسف، جزء من كلامك صح. هناك انا عرفت نفسي. عرفت انا عايز ايه وعايز مين. انت لسه بتحلم يا دياب. ما قلت لك يا اخي احلم على قدك. احلم في وسطينا. البت دي دنيتها غير دنيتك خالص. لا يا ميمي، كلنا في دنيا واحده بس ما بنعرفش امتى نقابل بعضينا. انا حلمت بامينه من قبل ما اشوفها. حبيتها حب عمري في حياتي ما حسيته قبل كده. حب طاير ونضيف، حب عقل ومشاعر وقلب. حب خلاني احب بلدي واخاف عليها واحاول احميها من اللي زيي. ايه تعمل واد اتجنن ولا فيه؟ انت اتغيرت كده ليه يا ولد؟ طيب وجيجي؟ جيجي خلاص حب قديم وراح لحاله. اتدفن يعني بحلو وبمر. وبعدين في الاخر لا انا كنت ليها ولا هي كانت ليا. الله اتجوزت. بتقول يا ميمي؟ جيجي اتجوزت الشيمي. انت فاهم يعني ايه الشيمي طبعا. يعني بزارات وفلوس ومخافيا كان اعظم. ربنا يوفقها. هي كمان من حقها تعيش. حقها. ايه ده؟ الفول ده طعمه عامل كده ليه؟ ده بايت ولا ايه؟ وانا برضو هاكل ابني روح قلبي حاجه بايته؟ روح قلبك؟ طبعا روح قلبي. ولي عندي خبر يجنن، لما يعرفه هيفرح فرحه الدنيا كلها. انا قربت اوصل لابوك يا يوسف. في واحده ست رحت لها هتعرفني سكته فين. ابويا مين؟ وست مين؟ انت لسه فاكره الحوار ده؟ لسه فاكره ايه يا ابني؟ مش ده ابوك اللي طول عمرك بتسالني عنه؟ وانت طول عمرك كنت بتتوهي. ايه اللي جد يعني؟ يعني ايه؟ امال كنت بتسالني عليه ليه؟ كنت اهبل. كنت فاكر ان انا لما الاقي ابويا كنت هشيل راسي من الوحده اللي انت غرستيني فيها طول عمري. لكن خلاص فقت وعرفت ان الحوار ده ملوش ثلاثه لازمه. يبقى ايه لازمتها بقى ابوك ومش ابوك والكلام اللي يوجع الدماغ على الصبح ده؟
يعني انا الحق عليا اني عايزه اريحك وعمال ادور لك عليه مين؟ بقول لك ايه، الصبح يقول يا صبح، الحوار ده خلاص انا شلته من دماغي وعايزك انت كمان تشيليه من دماغك. خلاص تسلم ايدك يا سماح. طباخ بريمو شقيق. طباخ بريمو ايه؟ ده من عنده مسعيد من اول الشارع. والنبي بطلي سواك يا بنت، بطلي مرسي. ما انا راسي يا يما، بس هو ينطق. ما بقى لنا 100 سنه بننطق، خلاص بقى يا صوره. لا اي صوره، امال الصوره هي مرتك ده؟ هي مش عامله لك خدها مدار وطول النهار تشتغل طاحونه في قلب البيت؟ يعني لما تعمل لك حاجه تيجي وتبوس ايديها وش وظهر صعليك. قول واشكر يا عم، مش هتخلص من عمتك. طوع عمرك حق، تسلم ايدك يا ام عادل. يا امو ايه؟ ام عادل من بقك لباب السما. ان شاء الله يا امو دولة. ايوه دولة دوت بتاعي انا، بس جرعدوا انتوا بس وهاتوه، وانا هربيه واطلعه عديم التربية من الاخر. يبقى نستعوض ربنا فيه بقى من قبل ما يجي. هو ده بس يا واد. اقصى عليك يا مين، سامعه ياما بيقولوا ايه؟ ايوه سامعه ومبسوطه وفرحان. الله، هو احنا عندنا في العيله اقل من لقى بصايع؟ يا بنت خليه يطلع مدردح وصايع كده ومدقدق زي ابوه اسم الله عليه وعمه النبي حرسه. ده جده كان اصيع راجل في المحروسه والله. حاسس اني ما شفتش البلكونه دي بقالي 100 سنه. شمس ربنا موجوده في كل مكان، انما هنا حاجه مختلفه خالص. عارفه يا شماء، وانا انا كنت حاسس بايه؟ كنت حاسس ان قلبي بردان، انما هنا انا حاسس بالدفء في الحر. الحكايه من جوه لحمه، عارف لو انت حبيبها هتشوفها احلى مكان في الدنيا، حتى لو مش مريحاك، انما لو مش على هواك عمرك ما هتطيقها مهما حصل. ايه يا بنت ده؟ انت مخك كبر؟ هو انتوا كنتوا كده من الاول ولا انا ما كنتش شايفكم؟ ولا السفريه دي عملت فيكم ايه؟ مش عارف. لا كنا كده، احنا كده من الاول. بس انا حاسس اني بشوف كل حاجه من اول وجديد. اول مره اخد بالي ان شادي شاطره قوي كده. حتى انت وانا بسمعك دلوقتي كاني بسمعك لاول مره. وامك رغم الكهرباء زياده اللي هي فيها، بس شايفها اصغر من الاول. انا مبسوطه انك بتقول كده، كنت فاكراك هتبقى متضايق انك رجعت ومكملتش هناك. انا الحكايه جت معايا بالعكس، انا اصلا زعلان اني طلعت من هنا اساسا رغم الكرباج اللي خدت فوق دماغي، بس حاسس اني مفوق ومصحصح وعارف الصح من الغلط. الحمد لله انها جت على قد كده وانك اتعلمت. الحمد لله، بس في حاجه بقى انا حاسس بيها لاول مره. خير؟ حاسس ان عينيكي فيها كلام، كلام كتير قوي. عاوزه تقولي لاخوك ايه؟ قولي يا شيماء. لا انت بتهيألك عشان بقالك كتير بس ما شفتهمش فتلاقيهم وحشينك. بس كده؟ انا لازم اروح اسمع لي شهد عشان كده بتذاكر. ماشي. ايوه يعني ممكن افهم انت عايز ايه دلوقتي؟ انت ليه بتتعامل معايا كده يا اروى؟ انت لسه زعلانه مني؟ مش انا اتاسفت لك وقلت لك حصل خير؟ اوكي يا سيد، ممكن ابقى نتكلم بعدين عشان انا مشغوله. طب انا برضو جاي لك في الشغل، استني بس. والله العظيم شغل، فلوسك الباقي على الحساب الجديد كله حاضر. وبعدين؟ احنا عايزين نشقلب القرد. نعم؟ قرد؟ بهزر معاكي، مش قصدي، عايزين نشقلب المحل عندي لمطعم، ومطعم 7 ستارز، وانت تظبطيه على مزاجك. قلتي ايه؟ خلاص خلصت الاوفر بتاعك، هبقى افكر وابقى ارجع ارد عليك. انت ليه بتتعامل معايا كده يا اروى؟ انا عمري ما اتحيلت على واحده كده، وانت اول واحده تسمع مني كلمه سوري. اسف بس دي كبيره قوي. والغلط اللي حصل برضو كان كبير قوي. الغلط يترد. قلتي ايه؟ هشوفك الليله دي لما ابقى افضى يا سيد هبقى اكلمك. يعني هتتصلي؟ ابقى اتصل انت. هتردي؟ اظن انا رديت دلوقتي. صح، ماشي يا جميل، هستنى المكالمه بتاعتك. لو ما اتصلتيش هتصل انا. سلام يا عسل. عسل. انا ما بقتش فاهم اللي بيحصل لي. هو ايه اللي بيحصل لك؟ يعني سايب الدنيا تضرب وتقلب كده
مش مركز مع حد غيرك انت. سايب شغلي مركزي، حتى غالية بنتي مش مركز معاه، مركز معاك انت. انا اول مره في حياتي يحصل لي حاجه زي كده. انا بحبك وغير ان شوشتي في حب. الكلام الحلو ده، انا ما كنتش اعرف انك بتعرف تقول كلام حب كده. ماله بقى الكلام ده؟ انا بقول اللي حاسس بيه. وبعدين يعني ايه ما بتعرفش تحب وانا عجزت قوي للدرجه دي؟ عجزت ده ايه؟ ما تكونش يعني فاكر ان شعرتين البيت دول حاجه. ده فض زي نجوم السيما كده بتوع بلاد بره. هو انا طول راجل بقلب شباب كده يحبني؟ شيمي يا روح شيمي، اوعى في يوم من الايام كده تشوف بنت غندوره احلى مني ولا اصغر مني وتقول لها نفس الكلام. نفس الكلام ده ايه؟ انا اول مره في حياتي اقول كلام لحد. ماشي يا اخويا، كل كده انت جايبك كلام، بس انا هسيبك تاكلني بمزاجك. شين اوعى، عارف لو عملتها عارف انا هعمل فيك ايه؟ ايه؟ هموتك. تعرفي صباح الفل يا ديبو. يا ميمي صباح الفل. ايه سرحان في ايه؟ في الدنيا. لما تيجي تشرب معايا شويه بن. ماشي هغير واجي لك. بقول لك ايه صحيح؟ يا صاحبي جبت ليش اي حاجه معاك؟ تيشرتايه جزمه بتاع الشغل بتاع بره ده؟ يا عم كويس ان انا جيت. طب يلا جاي لك. يا حبيبتي مش كل مره كده، حوشي قرش كاتي بيه حاجه لجهازك. اعمل ايه يا ماما؟ والله العظيم ما بقدر اقاوم، كل ما بشوف حاجه بحس انها هتبقى حلوه عليكي بجيبها لك على طول. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، بس بجد انا اخر مره اخد منك اي حاجه، ما تزعلنيش منك بقى. حاضر. ده ايه النور ده؟ ازيك يا يوسف؟ ازيك يا نوتي؟ اقعدي يا حبيبتي سيبك. قول لها يا يوسف، قول لها مش كل مره تجيب لي حاجه وهي جايه كده. ما تقولي لها انت، ما هي بتجيب لي انا، ما هي بتجيب لك انت. أنا أقدر أنسى حبيب قلبي برضو؟ إيه مش هتشوفيها تشرب إيه ولا إيه؟ آه طبعًا هقوم أهو، أنا عارفة إن أنتِ مش بتحبي الشاي، هعمل لك عصير. لا والنبي ما تتعبي نفسك، إحنا نازلين على طول. نازلين رايحين فين؟ طبعًا إذنك أنا. قولي الأول إيه رأيك في دي؟ أنا كم مرة أقول لك بطلي تجيبي حاجات وبرضه تفضلي تجيبي لي؟ مفيش حاجة كتير عليك بقى، يلا شوف. ايه ده؟ دي شركة كمان. يعني ايه شركة؟ يعني ماركة يعني كويسة. حلو عليا؟ تحفة. حلو عليك قوي. ايه ده؟ ايه؟ تحلويتي فجأة كده ليه؟ يا سلام. لا استني لسه حلوة برضه. ميرسي. تسلم ايدك يا حبيبتي. مبروك عليك. ما تعمليش كده تاني بقى. حاضر. قولي لي يا نودي. انت ابوكي عامل ايه دلوقتي؟ والله الحالة متأخرة، مش عارفة حاسة كده إن ربنا بينتقم منه عشان اللي عمله فيا لماما. معلش لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وبعدين؟ أنا عايز أفرض معاكي يعني مثلا لو أمر الله لا قدر الله يعني لو أمر الله نفذ هنعمل إيه ساعتها في موضوع الجواز؟ أنا مبقتش قادر أستنى أكتر من كده يا نودي. ما فكرتش في الموضوع ده بالطريقة دي قبل كده. إزاي؟ ازاي ده انا بفكر في الموضوع ده كل يوم وبدعي له ان ربنا يقومه بالسلامة. عارفة يا نودي نفسي ينجشك وينزل بيك السلالم واحدة واحدة لغاية لما يوصلك لجوزك حبيبك قدام الناس كلها والمعازيم اللي موجودين في الفرح بتاعنا. بس باللي بيحصل ده انا بقيت خايف قوي. طب وهنعمل ايه يا يوسف؟ بصي احنا نتجوز ونخليها على ربنا ويمكن هو يعني بعد ما يعرف خبر جوازك ده يفرح ويخف.
مين عارف؟ ايه رايك؟ ممكن برضو طبعا جدا. حلوة قوي، يبقى تتفقي لي مع امك على اقرب فرصة اقابلها فيها، اتفقنا؟ حاضر. بس يا معلم، لقيت نفسي بلم كل حاجة امان، خدت الفلوس واللابتوب وجيت على هنا على طول. حقي ولا مش حقي في التوريطة اللي كانوا هيلبسوها لي دي؟ ده انا علشان انا ابن حلال وقلبي طيب. بقولك يا سيكا، انت شفت ايه اللي على اللابتوب ده؟ متشفر يا عم ولا يفرق معايا بنكلة. طب والحل؟ الحل لازم ابلغ الحكومة طبعا. الناس دي عتاولة ومراقبينه وقاطرينه وعاملين عليه ورديات للنهار. لا يا ميمي، نرموا لهم. دخول الحكومة هيشوشر الدنيا والناس دي ممكن تتعفط بزيادة، فمالوش لازمة. طب انا بقول له قدامك اهو عشان تبقى شاهد، مش عايزه يتحرك من هنا لحد ما نخلص الموضوع ده ونهديه. بقول لك ايه، اسمع كلام اخوك. اسمع كلام اخوك وما تسمعش كلام امك. ايه يا جدعان، هو اسبوع يا ابني؟ اسمع الكلام، تفضل قاعد هنا متكن نهدي الدنيا يا شباب؟ قاعد اتحرك براحتك. ماشي يا ميمي، انا ايه يا ديو وليتش فوق. وحشنا صح. انت كمان بركة ايه؟ زي الفل. ايه الجنرال ما بيسالش عليا ولا ايه؟ بيسال عليك بس مش عايز اوجع دماغك. لما تهدى كده وتروح نقعد نتكلم. عامل لك مفاجاه النهارده، ابو تريكا اللي ماضيها بنفسه. ايه رايك؟ رايي في ايه؟ طب قوم البسها ويلا ننزل، الناس كلها مستنياك يا نجم. انزل؟ انزل فين بس يا عم تيفا؟ انزل فين؟ انا بقيت بعين واحده يا معلم. في وقت الدنيا عايزه اللي يشوفها يبقى بعشر عيون. اتوحد الله وبلاش الكلام ده. فكر في بكره. صح، بس يا ترى الدنيا هتتعامل معايا انا واللي زيي بكره ازاي؟ هيدوني نص شارع امشي فيه؟ ولو ركبت الاتوبيس والمترو هيدوني نص كرسي اقعد عليه؟ ولا هيقطعوا لي نص تذكره؟ لو ده حصل يا تيفا يبقى تعالى اسحبني من ايدي وانا هنزل معاك. هننزل ونطالب بكل ده. تطالب بايه بس يا معلم؟ تطالب بايه؟ طالب بس انا هقول لك هما هيدونا ايه. هيدونا نص اهتمام، نص رعايه، نص قيمه من الاخر. وده دلوقتي بس، بعد شوية هتلاقي النص ده بيخس لحد ما يبقى مفيش حاجة خالص. بح. وبعد كده هيقولوا علينا يا إما عملاء يا إما بلطجية. ولو قلبهم حن علينا شوية يمكن يسيبونا في بيوتنا وما يديمناش في السجون. عينك راحت يالا؟ ها؟ لا يا باشا، انا عيني زي الفل ما راحتش. انا شايف سعادتك كويس قوي. امال بيقولوا راحت ليه؟ اه مين اللي قال كده يا باشا؟ اه دول اكيد غيرانين مني يا باشا، كمنها ملونه. بص ايدك كتيفة. امشي وخد التيشيرت ده معاك وروح قول للناس أحمد لا عاد يهتف ولا يشجع تاني. عارف ليه؟ عشان الفرقة عمرها ما هتلعب في نص ملعب. امشي اتكل على الله وامشي بقى. دول عايروني وقالوا لي يا اسمر اللون يا لالالي. ابن الكلب. انا ازيك يا ديبو؟ وحشني.
وحشني يا عمي. لما سمعت لانك جيت ما صدقتش، قلت اكيد نسيت حاجه وجاي تاخدها. جاي اخد المفتاح. تعالى حبيبي. الحمد لله بالسلامه يا ديبي. الغربه تربه يا ابني. اه يا عمي، الا وتعرف اللي رجعني. مش مهم اعرف اللي رجعك، المهم اعرف اللي رجعك اقوى من اللي وداك. وبالمره يا اخي بقى تشيل عني الحمل التقيل اللي انت سبتهولي ده. انا كان ليا في العيال والوليه والبيت والهم ده كله. اتمرن بقى عشان مديحه. مديحه ام يوسف ايه؟ والله اتمرنت. لا يا راجل. والله البس الحته الزفره وقلت ابدا بالبيت شاد واروح المدرسه كده واسال عليها عامله ايه زي ما الاهالي بتعمل يعني. بس بيني وبينك كشيت، كشيت لغايه الباب وخفت يسالوني ايه في سنه كام معرفش. عملت طيب يا عم، عملت طيب. شيماء ايه؟ كان قلبك حاسس يا ابن الكلب. انا كان نفسي عيلة تقول لي بس معرفش مالها. رسيني في ايه؟ واد اسمه احمد ميكانيكي وكسيب وعنده ورشه. انا رحت اتكلمت معاه واستجدعته قوي بس بعيد عنك. حصل له حاجه كده. حصل له ايه؟ عينه راحت في المظاهرات. محتاج منك زيارة يا ديبي. الواد جدع ويستاهل وكان جاي البيت من بابه لولا اللي حصل له ده. الواد جدع ما تخافش عنك. بقولك يا بت، أنا كنت سمعت حاجة كده من قيمة كام يوم وبعدين من ساعتها بصراحة كده مرعوبة ومش عارفة أنام. كنت عايزة أسألك عليها. هو صحيح يا بت يا شيماء القرايب لما بيتجوزوا ولاد عم بقى ولا ولاد خالة ممكن يا اختي يخلفوا عيال مبروكة؟ مبروكة ازاي يعني؟ ما كنتش عايزة افسر يا بت. عيال مبروكة يعني متخلفين. الجهل ده فال الله ولا فالك. الطب دلوقتي تقدم مفيش الكلام ده. تقدري تطمني على الحمل من وهو لسه في بطنك. والنبي صحيح؟ اه. طب انتي الواد بتاعك عامل ايه؟ لسه قافل على روحه؟ ايه تقفل على روحه لوحده. ده واخدني معاه. واخرتها؟ ما بقتش افكر في اخرتها خلاص. سايبها كده زي ما تيجي تيجي. انت ما قلتش حاجه للديبو؟ ديبو اول ما بص في وشي حس اني مخبيه عنه حاجه. بس اكيد عمي قال له. انا عارفه. انا مشكلتي مش في ديبو، انا خايفه من احمد. خايفه يكسفني وشكلي يبقى زي الزفت. يلا نحلى. خلى الناس كده في الهادي. ها انا يا كبير. بتحبني بجد؟ متأكد؟ طب دوري لي على كلمة تانية أقوى من متأكد وأنا أحلف لك عليها. غالي أنت مش فاهمة حاجة. لما أفكر فيك 24 ساعة في 24 ساعة اتجننت بيكي خلاص. اللي بيبسطك بقى بيبسطني واللي بينرفزك بقى بينرفزني ويجنني من غير ما أفهم ليه. تقدري بقى تفسري لي الحاجات اللي أنا بحس بيها دي معناها إيه؟ أنا حاسة بكل حاجة أنت بتقولها بس أنا خايفة من الإحساس اللي أنا حاساه لك. أنا أول مرة أحس كده يا يوسف. ده غير إن أنا خايفة يعني إن أنا أظلمك معايا. مش هتظلميني ولا حاجة. أنت بس تفكيرك مش متظبط اليومين دول بسبب المشاكل اللي عند أبوك. يمكن أو فعلا عندك حق. أنا مش عارفة بابي بيعمل في نفسه كده ليه. كل شوية بيطلع لي بجوازة جديدة. فاكر نفسه لسه صغير. مش عارفة أقول إيه بجد. نفسي افرح بيه بس هو بيوقع نفسه في مشاكل. بيشتري لحظه بالزوطوب بهم وغم كبير. عندك حق. خصوصا يعني البنت جيجي اللي هو هيتجوزها دي. قصدك ايه يا يوسف؟ جيجي دي انا اعرفها من زمان. اصلا كان بصاحبه ديبو صاحبي. عارفاه؟ ديبو ده صاحبك اللي كان معاك على طول؟ ايوه اخويا وانتيمي. هو وهي كانوا اسمائهم مكتوبه على بعض من زمان وكل الحاره كانت عارفه ان هم مرتبطين.
ديبو لجيجي وجيجي لديبو. يا دوب الجدع سافر من هنا وهي بدأت ترسم على أبوكي من هنا. تقدري تفهميني واحدة زي دي عايزة تتجوز واحد قد أبوها ليه غير إذا كانت طمعانة فيه؟ أنا مش قادرة أصدق اللي بابي بيعمله في نفسه ده. إزاي كده؟ طب بقول لك يا غالية، أنت عارفة طبعًا أنا بحب أبوكي قد إيه وبحترمه، بس طبعًا ما يصحش إن أنا أفتح معاه موضوع زي ده. لكن أنت تقدري تتكلمي معاه وتفهميه وتوعيه؟ أنا طبعًا هتكلم معاه، أمال هعمل إيه يعني؟ ما عنديش حاجة أعملها غير أنا لازم أتكلم معاه. برافو عليكي. ثواني يا حبيبتي. ألو. أيوة يا حبيبي. بقول لك ماما مستنياك بكرة، أنا اتفقت معاها خلاص. طيب ده كلام جميل جدا وأخبار حلوة جدا جدا. أنا مبسوطة أوي 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 يا حبيبي. لا ده أنا مبسوطة أكتر 100 مرة كمان. طيب يا باشا أكلمك بقى بعدين. أوكي مستنياك. باي باي. سلام. شفتي بقى وشك حلو عليها إزاي؟ بيكلموني دلوقتي بيقولوا لي إن أنا بكرة هاخد ترخيص المطعم. بجد؟ مبروك يا يوسف مبروك. مبروكتي بقى انا نفسي اسمعها منك واحنا في بيتنا سوا، هيكون طعمها احلى بكتير ان شاء الله. انا بيتهيألي انه هيلف حوالين نفسه اول ما يلاقي الحكومه داخله عليه وبتاع كشو. مع اني ما احبش ادخل الحكومه في شغلنا، لكن اهو للضروره احكام. بس اسمح لي سعادتك بغض النظر يعني عن موضوع دخول الحكومه ده، انا شايف يعني ان الحركه خفيفه على الولد شويه، يعني بنلعبه بعينيه زياده. ايوه بنلعبه، برافو عليك بنلعبه. تعرف فكره الجيمز بتاعت الكمبيوتر دي شغلانه قايمه على اقتصاد دول دلوقتي. الجيمز دي بتبتدي بالالعاب الخفيفه، يعني تزغزغك تطمعك تخليك تحس ان في البدايه ان قدراتك قويه وممكن تستحمل وتكمل. تدمن الجيمز، ده اللي انا عايزه نعمله. انا عايزه مدينه الجيمز. ايوه انا كمان بحب العب، يعني بحب الجيمز. الا اخبار مراد ايه؟ بخير. لا لا مراد تمام، انا كنت لسه بكلمه من يومين، هيخلص امتحانات واحتمال ينزل مصر يومين. لا الولد ده ما بيكلمنيش ليه؟ ايه نسيني ولا ايه؟ ازاي؟ معقول ينسى سعادتك ده كلام؟ اه كويس، انتوا مش محتاجين حاجة؟ لا يا فندم، طول ما حضرتك معانا مستحيل نبقى محتاجين حاجة. هلا مراد. يا ماما، ايه رأيك في المكان؟ تحفة يا يوسف، أحلى بكتير مما كنت متخيلاه وأنت بتحكي لي، مش كده يا ماما؟ هو فعلاً جميل ومكانه هايل. طيب اقول لكم بقى على المفاجاه اللي انا جايبكم النهارده عشانها. انا هسمي المطعم ده نودي ريستورانت. انت بتتكلم بجد؟ انت هتعمل كده فعلا؟ يا يوسف لما نادين كانت بتحكي لي عنك كنت فاكراها بتبالغ، بس بجد انا فهمت سبب فرحتها ايه دلوقتي. لا ده هي اللي سبب فرحتي وسعادتي، واحلى هديه باخدها من حضرتك الصراحه. والله العظيم ده انت اللي هديتي من السنه، كتير عليا قوي اللي انا بسمعه ده. يا نودي يوسف بيحبك، ربنا يهنيك ويسعدك. بس معلش يا ماما انا استاذنك في حاجه، بالنسبه لموضوع الشبكه والفرح وكده، زي ما انت شايفه كده المطعم عشان يطلع بالشكل ده قطم وسطي في موضوع الفلوس، فبس يقوم يوقف على رجليه وانا اجيب الدنيا كلها لنودي. انا مش عايزه اي حاجه على فكره، وبعدين احنا ممكن نعمل الفرح هنا ونكتب على الانفيتيشنز اللي مكان الفرح نودي راستن، مش كده ممكن صح؟ اه طبعا صح، بس يا ريت يكون خلص، انت شايفه في شغل قد ايه؟ وانا مستعجل على موضوع الفرح ده يعني. تعالوا اتفرج على بقية المكان. ها يلا اتفضلي يا حمد. يا باشا عيب، ده انا عوني. اعتبر الموافقات في جيبك، والمكالمة الجاية هقول لك مبروك. تمام فل، مع السلامة. محمد رسول الله. اف راجل ممل جدا. ها بصيت عليه ادي، انت شايف كل ثلاث دقايق يكلمني عايز يطمن. يا سيدي والله عوني بيك، انا نفسي اطمنك اطمن الباشا، بس غصب عني بقى المره دي. يعني ايه ملهاش سكه؟ مفيش حاجه ملهاش سكه، بس المره دي السكه ده ما تعديش غير عربيه واحده، ومحسوبك بقى سبق وعدى. الله 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 الله، انت بتعمل شغل من ورايا وبتقفل علينا ولا ايه يا راجل؟ ده بقى اللي انا كنت خايف منه، ده انت حبيبي ما
ينفعش باش اعمل شغل عليك. طب امال ايه؟ فهمني مين اللي قفل علينا. لا محسوبك داخل في بيزنس كده صغير، بعمل مطعم مع جماعه صحابي. مطعم؟ اه. طب مبروك. الله يبارك فيك سعادتك. بس انا مش شايف مشكله برضه في الموضوع، المصلحتين يمشوا سوا حتى يونسوا بعض. ما المشكله باشا ما ينفعش، اصل مصلحتين شمال ودول في نفس الدايره اللي سعادتك فيهم المصلحه بتاعتك. فالناس عينيها مفتحه علينا اليومين دول، يوقفوا لنا في واحده يبوظوا لنا الاثنين، واحنا بقى مش عايزين نخش في حوارات مالهاش اي 30 لازمه. والله يا اخي انت اللي دخلتني في حوار وهتخسرني الراجل. معلش باشا انا هعوضها لك والله المره الجايه. واحنا فيها. تعوضها لي دلوقتي. ايه رايك رايق لما شاركك؟ تشاركني؟ تشاركني انا؟ ازاي يا باشا؟ لا ما انت ما تخسرنيش وكمان تقول لي لا. يا باشا بس المشكله ان انا معايا شويه شرح يعني. ويعني والرايق كلمته مسموعه. بس معلش لازم برضه ارجع لهم اخد رايهم واجي ارد على سعادتك. انت رجعت لهم وخدت رايهم واللي حصل حصل. مبروك يا رايق. سيبها على الله؟ نسيبها على صار. باشا باشا. عاملين نفسكم رجاله يالا تتوقعوا؟ شرفت. انت اللي شرفت يا حالتها. ابو يحيى فعلك كام يالا؟ ما انت كده كده هتتنفخ واللي عاوزينه هنعرفه. بقول لك ايه؟ ريح شويه. لما نريحكم انتوا الاول يا روح امك. اه صحيح. حمد عامل ايه دلوقتي؟ حمد؟ حمد سافر ومسيرك تحصله. لون انتوا لازمني كنت سفرتكم انتوا الاثنين. بس خلاص هانت لما يقع الحمار اللي بيشغلكم. تعال يا حبيبي. سعيد. مساء الخير يا غالي. خير. اللي جابك دلوقتي عايز ايه بالظبط؟ جاي اشوف رامي. ايه مش هتقولي تفضل؟ تتفضل؟ ايه يا حبيبي انت نسيت نفسك ولا ايه؟ مفيش حاجه اسمها رامي بعد كده. رامي ده تنساه. انساه؟ ياه للدرجه دي؟ يا سلام. هو انت فاكر يعني بعد اللي انت عملته هتشوفه تاني؟ لا يا حبيبي كده انت بتحلم. سفل يا باشا. رايح فين يا سعيد؟ انت لو دخلت دلوقتي عصابه طالمه عليك الدنيا، سامعني ولا لا؟ هطلب لك البوليس. كمان البوليس؟ طيب ايه رايك بقى منك كده كده ناوي تنسيني ابني؟ انا سهولك انا كمان. هو بالمره بقى يستريح مننا احنا الاثنين بقرفنا بخناقنا بكل حاجه. بدل ما الواد يعني يطلع متعقد من امه اللي حرمته من ابوه. قسم بالله يا سعيد لو جيت كان برامي لقتلك. سامعني هقتلك. اوعى يا بنت تكوني فاكره الواد اللي عامل فيها ذكر ده يحميكي مني. انا بتليفون صغير قوي خليهم اللي اسمها امه ما تعرفش طريق جدته. اطلع بره يا سعيد. اطلع بره مش قادر اشوفك ولا اسمع صوتك كمان. اطلع بره دلوقتي. مش قادر تسمع صوتي؟ كان بيعجبك زمان يا مدام. وما مفكره على نفسي كويس وانت عارفاني انا لما بنوي بنفذ. ما طبعا لازم توافق. هي هتلاقي في الدنيا كلها حد يحب نودي ويدلعها ويحطها في عينيه قد دي. انا كمان متاكده من كده يا حبيبي. وماما كمان متاكده على فكره. تمام. بقول لك ايه؟ النهارده احلى خبر انا سمعته في حياتي. استني خليك معايا ثواني. انت يا عم الحلو منك له مش غرزه هنا، خدوا الزفت اللي بتشربوه ده وغوروا بعيد من هنا. كتكون قرف. ايه يا روح قلبي؟ بقولك ايه؟ بكره اول ما تصحي تكلميني، عايز اشوفك. اتفقنا؟ يلا خلي بالك من نفسك. باي باي. خير يا يوسف؟ خلاص كلمت مامة نادين؟ انت بتصنطي عليا ولا ايه؟ لا ابدا والله يا حبيبي، انا كنت معديه من قدام الاوضه وسمعتك بالصدفه. اه وافقت. الف مبروك، ربنا يتممك بخير. متشكرين. مين البهيم اللي بيخبط كده؟ خليك يا حبيبي انا هشوف مين. استني انا هروح. يا عم اهدى 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 اللي بتنال تخبط. انت يوسف البيومي؟ نعم. نعم نعم الله عليك يا اخويا. هتقوم؟ ايه ده؟ واخدينه على فين؟ يا عم اهدى يا يوسف. خش خش جوه. يوسف رايح على فين؟ خش جوه. انتوا مين واخدينه على فين؟ يوسف يا يوسف. خش جوه بقول.
عايز اعيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر، وكان نفسي اعيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، ان في حياتي اعيش ولا تلاقي لي بره. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، ان في حياتي اعيش ولا تلاقي. Ha ha ha.